صباح الخير من LA لوس أنجلوس. طبعا اليوم صحينا شربنا قهوة في أمريكا مشهورة LA بالنخيل. يعني هذا الفيديو مش عن مدينة لوس أنجلوس بس هو بشكل عام تابع لسلسلة ما أنا تعرف عن كندا. كتير ناس خاصة اللي بيقطعوا البوردر بين اليو اس وكندا بيشعروا بالفرق في شغلات كثير، اهم هاي الشغلات اللي هي وحدات القياس. الكنديان بيستخدموا الليتر في كل شيء، في البنزين، في الحليب، في السوائل. الامريكان بيستخدموا الجالونز، يعني هاي مشهورة عندهم. الكنديان بيستخدموا الكيلومترز في وحدة المسافة، الامريكانز بيستخدموا المايل. الكنديان بدرجات الحرارة، وهي الأكثر شغلة بتصعب يعني عليك لما تقعد تحول من احنا في كندا بنستخدم درجة الحرارة المئوية السلسيوس، بأمريكا بيستخدموا الفهرنهايت. طبعا في هناك اختلافات كثيرة، احنا بنستخدم الكنديان دولارز، هم بيستخدموا اليو اس دولارز. احنا في كندا بنستخدم البريتش انجلش والسبيلينج تبع البريتش انجلش، هم بيستخدموا الامريكان انجلش اللي بيختصروا مثلا الكلر، بيختصروا اليو او بخلوها بس او، احنا بنضيفها. فبس حبيت اشارككم بهاي الشغلات، وصباحكم مبارك ويعطيكم العافيه.